بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في مادة لغتي الخالدة. ونتعرف اليوم بإذن الله تعالى، أو نكمل اليوم ما درسناه سابقا في الصنف اللغوي أسماء الزمان والمكان. تعرفنا سابقا على صياغة اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي. نكمل اليوم بإذن الله تعالى، فما هي الأهداف التي سنحققها؟ ونراجع ما درسناه سابقا، أن يفرق الطالب بين اسمي الزمان والمكان، هل هذا الاسم اسم زمان أو اسم مكان، أن يصوغ الطالب اسمي الزمان والمكان من الثلاثي وما زاد عليه. تعرفنا على طريقة صياغة اسمي الزمان والمكان من الثلاثي، إما على وزن ماذا؟ أحسنتم، إما على وزن مفعل أو على وزن مفعل. نتعرف اليوم بإذن الله تعالى على ما زاد على الثلاثي، كذلك التعرف على اسمي الزمان والمكان كأسماء مشتقة. نراجع ما درسناه سابقا، تعرفنا على طريقة صياغة اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي. مثلا عندي الفعل أوى، فعل ثلاثي، عند صياغة اسم زمان أو اسم مكان عفوا من هذا الفعل ماذا أقول؟ أحسنتم، أقول مأوى على وزن، أحسنتم، على وزن مفعل. إذن إذا كان الفعل ثلاثي له صيغتين أو له صيغتان فقط، إما على وزن مفعل بفتح العين أو على وزن، أحسنتم، أو على وزن مفعل بكسر العين. متى يصاغ على وزن مفعل؟ أحسنتم، إذا كان الفعل ثلاثي معتل الآخر، مثل أوى، نلاحظ هنا الفعل ثلاثي معتل الآخر. كذلك إذا كان الفعل صحيح الأول والآخر وعين مضارعه مفتوحة يصاغ على وزن مفعل، فأقول مطلع. الفعل الثلاثي صحيح الأول والآخر وعين مضارعه مضمومة، مثل كتب، يكتب، نلاحظ عين مضارعه مضمومة على وزن يفعل. نصوغ اسم الزمان والمكان من هذا الفعل، من الفعل كتب، أقول مكتب، طبعا ويدل على مكان حدوث الفعل، إذن هو اسم مكان. الأفعال الثلاثية التي يصاغ منها وزن مفعل، متى يصاغ اسم الزمان والمكان على هذا الوزن، على وزن مفعل؟ أحسنتم، إذا كان الفعل ثلاثي معتل الأول صحيح الآخر، مثل وعد، صياغة اسم الزمان أو اسم المكان من هذا الفعل، أحسنتم، أقول موعد على وزن مفعل. هل يدل على زمان أو على مكان؟ أحسنتم، إذن يدل على زمان. كذلك إذا كان الفعل الثلاثي صحيح الأول والآخر وعين مضارعه مكسورة، جلس، يجلس، نلاحظ عين مضارعه مكسورة، يصاغ اسم الزمان أو عفوا اسم المكان من هذا الفعل على وزن مفعل، فأقول في جلس يجلس. أحسنتم، إذن أقول مجلس. إذن تعرفنا على اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي، يصاغان على ماذا؟ أحسنتم، إما على وزن مفعل أو مفعل. المشتقات التي درسناها سابقا، اسم الفاعل من الثلاثي يصاغ على وزن ماذا؟ أحسنتم، يصاغ على وزن فاعل. واسم المفعول، أحسنتم، يصاغ على وزن مفعول، لكن إذا كان الفعل زائد عن ثلاثة أحرف كيف يصاغ اسم الفاعل واسم المفعول؟ له طريقة صياغة معينة. وكذلك اسمي الزمان والمكان أو اسماء الزمان والمكان لهما طريقة صياغة معينة، نتعرف عليها الآن. أقرأ وأتأمل. يضع الخريج مؤهلاته في ملف إلكتروني أشبه بالمستودع، ويتم إرساله إلكترونيا إلى بعض جهات العمل. كان تعيين الشاب مفتتح عهد حافل بالجد والسعد له. الآن نقرأ المثال، بعد ذلك نستخرج الاسم الذي يدل على الزمان أو على المكان. ما هو الاسم الذي دل هنا على زمان أو على مكان؟ أحسنتم، إذن كلمة المستودع هل دلت على زمان أو مكان؟
أحسنتم، إذن دلت على مكان حدوث الفعل. كانت عيون الشاب مفتتح، نستخرج الاسم الذي دل على زمان أو مكان. أحسنتم، إذن مفتتح دلت على، أحسنتم، دلت على زمان، إذن هي اسم زمان. نلاحظ كلمة المستودع، هل هي على وزن مفعل أو مفعل؟ كلمة مفتتح، هل هي على وزن مفعل أو مفعل؟ أحسنتم، إذن ليست على وزن مفعل ولا على وزن مفعل. لماذا؟ المستودع مأخوذة من الفعل الماضي، أحسنتم، مأخوذة من الفعل الماضي استودع، نحسب عدد أحرف هذا الفعل. إذن ننتقل إلى تحليل هاتين الكلمتين بعد تأمل المثالين السابقين. أكمل الجدول الآتي: مستودع يدل على زمان أو مكان، أحسنتم، إذن يدل على مكان حدوث الفعل. ما هو الفعل الذي اشتق منه؟ أحسنتم، إذن اشتق من الفعل استودع، نحسب عدد أحرف الفعل استودع، أحسنتم، إذن 6 أحرف. مفتتح، هل دلت على مكان أو زمان؟ أحسنتم، إذن دلت على زمان حدوث الفعل، مأخوذ من الفعل الماضي، أحسنتم، افتتح، عدد أحرف هذا الفعل، أحسنتم، إذن 5 أحرف. إذن نلاحظ هنا تغيرت الصياغة، أو اسم الزمان والمكان لم يصاغ هنا على وزن مفعل ولا مفعل، وإنما له طريقة معينة. نلاحظ هنا ما هي الطريقة، أقول استودع، مستودع، افتتح، مفتتح، كيف يصاغ؟ إذن نلاحظ الصياغة، ننتقل إلى باء، يصاغ اسماء الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي على صورة ماذا؟ أحسنتم، على صورة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره. أقول افتتح، أحولها للمضارع، يفتتح، أقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وأفتح ما قبل آخره فتصبح مفتتح ومستودع. إذن نلاحظ هنا تعرفنا على اسمي الزمان والمكان. فما هما اسمي الزمان والمكان؟ أحسنتم، هما اسمان مشتقان يصاغان للدلالة على مكان حدوث الفعل أو زمان حدوث الفعل. يصاغان من الفعل الثلاثي على، أحسنتم، على وزنين إما مفعل أو مفعل، مثل ملعب ومهبط، من الفعل غير الثلاثي، أحسنتم، على صورة المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. فأقول هنا استقبل، الفعل استقبل اسم الزمان مستقبل، أحسنتم، إذن على صورة مضارعه أحوله للمضارع، أقول استقبل ماضي يستقبل، أحوله للمضارع، أقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وأفتح ما قبل آخر فتصبح بهذا الشكل مستقبل. إذن الصياغة، صياغة اسمي الزمان والمكان من الفعل الزائد عن 3 أحرف، نفس صياغة اسم المفعول من الفعل الزائد عن 3 أحرف. الآن نطبق، أعطي مثالين لاسمي الزمان والمكان على غرار المثال المعطى فيما يأتي. ملعب، لاحظ هنا ملعب على وزن ماذا؟ أحسنتم، على وزن مفعل. نوع الكلمة اسم زمان أو اسم مكان؟ أحسنتم، إذن ملعب اسم مكان. أعطي مثالين، أو أعطي مثالين، أحسنتم، أقول مثلا مصنع ومطعم على وزن، أحسنتم، إذن على وزن مفعل وتدل على، أحسنتم، تدل على مكان. مستشفى، هنا صيغة على، أحسنتم، إذن صيغة من الفعل الزائد عن 3 أحرف، حوله للمضارع، أقلب حرف المضارع ميما مضمومة وأفتح ما قبل آخره. فهنا الفعل الماضي استشفى اسم الزمان، أو عفوا اسم المكان، أحسنتم، مستشفى، مستوطن، ومستقبل، لاحظ هنا
الفعل زاد عن ثلاثة أحرف استوطنا واستقبلا. أقلب حرف المضارعة ميم، حوله المضارع، أقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وأفتح ما قبل آخره. نلاحظ الفعل، أو عفوا نلاحظ هنا مجرى، هل تدل على زمان أو مكان؟ أحسنتم، إذن تدل على مكان حدوث الفعل. أقول مثلا مهوى ومرمى، كذلك تدل على مكان حدوث الفعل. على وزن ماذا؟ أحسنتم، إذن على وزن مفعل. نلاحظ هنا الفعل جرى، رمى، هوى، الفعل أحسنتم معتل الآخر، لذلك صغناه على وزن، أحسنتم، إذن صغناه على وزن مفعل. نلاحظ هنا مضرب على وزن، أحسنتم، على وزن مفعل. نأتي بمثال، أقول مقصد ومغرب على وزن، أحسنتم، على وزن مفعل. مورد كذلك على وزن، أحسنتم، إذن على وزن مفعل. مثال موعد ومولد، وعلى حسب الكلمة هل تدل على مكان أو زمان حدوث الفعل. نكتب نقرأ الإضاءة. يختلف اسماء الزمان والمكان عن ظرفي الزمان والمكان. سبق أن درسنا ظرف الزمان وظرف المكان. اسم الزمان والمكان يختلف عن ظرف الزمان والمكان. فما الفرق بين اسمي الزمان والمكان وبين ظرفي الزمان والمكان؟ نلاحظ هنا اسماء الزمان والمكان مشتقان من الفعل للدلالة على الحدث والزمان أو الحدث والمكان. فكلمة مطلع أو كلمة مطلع تدل على الحدث والزمان أو الحدث والمكان، على حسب هذه الكلمة تأتي اسم زمان واسم مكان. إذن هنا كلمة مطلع أو كلمة مطلع تدل على زمان حدوث الفعل أو تدل على مكانه، إذن تدل على الحدث والزمان أو الحدث والمكان، وهي كلمة مشتقة من الفعل طلع أو من الفعل طلع، تدل على حدث، وهو حدث ماذا؟ نلاحظ هنا حدث الطلوع وزمن أو مكان الطلوع. كذلك كلمة مرمى مشتقة من الفعل الماضي ماذا؟ أحسنتم، إذن هي مشتقة من الفعل الماضي رمى، تدل على الحدث وهو حدث ماذا؟ أحسنتم، تدل على حدث الرمي، كذلك تدل على المكان. إذن اسمي الزمان أو اسماء الزمان والمكان هما مشتقان يدلان على الحدث والزمان أو الحدث والمكان. أما ظرفي الزمان والمكان فهما جامدان وليس ولا يشتقان من الفعل، مثل كلمة دقيقة، هل اشتقت من فعل؟ أحسنتم، إذن اسم جامد ليس مشتق. إذن الفرق بين ظرف الزمان والمكان وبين اسم الزمان والمكان أن اسم الزمان والمكان مشتق وليس جامد. ظرف الزمان والمكان أسماء جامدة مثل قبل، تحت، دقيقة، ساعة، إذن جامدان يدلان على الزمان والمكان فقط لا يدلان على الحدث. إذن نلاحظ هنا الفرق بين اسمي الزمان والمكان وبين ظرفي الزمان والمكان. من أمثلة ظرف الزمان والمكان
ساعة، كذلك قبل، تحت، فوق، بعد، اليوم، حين، إذن هنا تدل على زمان أو على مكان. كلمة ساعة تدل على، أحسنتم، تدل على زمان. كلمة تحت تدل على، أحسنتم، تدل على مكان. إذن نلخص ما درسناه في هذا الدرس كاملا. تعرفنا على اسمي الزمان والمكان، وهما اسمين مشتقان يصاغان للدلالة على زمان أو على مكان حدوث الفعل، يصاغان من الثلاثي إما على وزن، أحسنتم، مفعل، أو أحسنتم، مفعل من غير الثلاثي. طريقة الصياغة، أحسنتم، أقوم بتطبيقها، أحول الفعل المضارع، أقلب حرف المضارع ميم مضمومة، وأفتح ما قبل آخره. الآن نتأكد هنا يضع الخريج مؤهلاته، نختار الإجابة الصحيحة. يضع الخريج مؤهلاته في ملف أشبه بالمستودع، يصاغ المشتق مستودع من الفعل، نركز، أودع، ودع، استودع، واعد. نختار الإجابة الصحيحة هنا، أحسنتم، إذا مأخوذ من الفعل استودع. حدد أسماء الزمان والمكان، أو نحدد أسماء الزمان والمكان المشتقة من أفعال غير ثلاثية فيما يلي: مستخرج، موطن، مستشفى، مورد. هنا هناك بعض الكلمات اشتقت من أفعال غير ثلاثية، مثل، نختار الإجابة الصحيحة، أحسنتم، كلمة مستخرج مأخوذة من الفعل الماضي، أحسنتم، مأخوذة من الفعل الماضي استخرج، زائد عن ثلاثة أحرف. كذلك، أحسنتم، مستشفى مأخوذة من الفعل الماضي استشفى، أحسنتم، زائدة عن ثلاثة أحرف. كلمة موطن، أحسنتم، إذن مأخوذة من الفعل الثلاثي، إذن مأخوذة من الفعل الثلاثي وطنا. بقي عندنا الواجب، نقرأ السؤال، والمطلوب أن أصوغ من الكلمات الآتية اسمي الزمان والمكان، أو من الأفعال الآتية اسمي الزمان والمكان، ثم أستخدمهما في جمل من إنشائي. إذن الكلمات الموجودة هنا أقوم ب هنا تحويلها إلى اسم زمان أو مكان. نلاحظ الكلمة، هل هي ثلاثية؟ هل هي زائدة عن ثلاثة أحرف؟ إذا كان الفعل ثلاثي كيف أقوم بصياغته؟ أحسنتم، إما على وزن مفعل أو على وزن مفعل. إذا كان الفعل زائد عن ثلاثة أحرف، أحسنتم، له طريقة صياغة معينة، حوله المضارع، أقلب حرف المضارعة ميما مضمومة، وأفتح ما قبل آخره، نركز هنا. بعد ذلك نضع هذه الكلمات في جمل مفيدة. انتهى درسنا لهذا اليوم، إلى أن ألقاكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.